محمد بن سعيد أيد الدر يغادرنا اليوم إلى دار البقاء، وهو من الهامات الوطنية الديمقراطية الكبيرة والقامات السياسية التي بصمت التاريخ المعاصر لبلادنا. سي محمد بن سعيد أيد الدر كانت له إسهامات قوية في حصول المغرب على استقلاله وفي مواصلة هذا النضال داخل صفوف جيش التحرير الوطني من أجل تحرير باقي أجزاء الوطن، كما ناضل وفي ظروف حالكة وظروف صعبة واصل النضال من أجل بناء المغرب الديمقراطي الذي كان هو وعدد من رفاقه الذين ينتمون إلى نفس الجيل والذين ربونا على مثل هذه القيم، واصل النضال من أجل بناء الحرية والديمقراطية والتحرر في وسط مجتمعنا، وكانت له إسهامات أساسية في صفوف اليسار الوطني المغربي، ساهم في تأسيس وقيادة منظمة العمل الديمقراطي الشعبي وفي تأسيس الكتلة الديمقراطية وفي المساهمة أيضا في بلورة جيل من الإصلاحات التي كانت تطالب بها الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية الوطنية، وكان له دور أساسي في محاولة توحيد صفوف فصائل اليسار، وهكذا ظل وفيا لمبادئه، خلوقا متشبتا شجاعا جريئا يطرح قضايا هذا الوطن ويدافع عنها ويطرح قضايا هذا الشعب ويدافع عنها، وسيترك في ذاكرة الجمعية الوطنية بصمات لا تنمحي.